ليلى طبعا انا بحبك، هذا الشيء تجاوزنا، بس الحب بحاجه لرعايه واعتناء. مثلا لي بصراحه، انت علاقتك ببهيج اول ما تزوجتي ما كنت بتحبي؟ طبعا كثير كنت بحبه. طيب شو اللي دمر علاقتكم؟ مو الفقر والحاجه؟ انا ما بدي يصير فيه هيك، ما بدي اعيد ماساه بهيج. عفوا. الو، اهلين يا معلم، تحياتي. عزلوها؟ شفت يا معلم، قلت لك انه راح اطلع اتكلمي، هي قلت لك راح يعزلوها وعزلوها. ولا يهمك، كل شيء بايدنا. مع السلامه. مع السلامه معلم. شوفي ابوك عزل منى وشلحها الوكاله. ايش هو الاب اللي عندك؟ حطيه على الجرح بطيب. ما قلت لك لازم نشلحها الوكاله؟ بس نفسي اشوفها لهالمنى شو عم بيصير فيها هلا. العمى أبو العز بحبك كتير، حرام تخليه يروح من إيدك. ما هو راح وخلاص، راح بده يتجوز بنت عمه بالضيعة. قديش بزمانك تركتي؟ تركك شي؟ ضلي قاتل لآخر لحظة كرمالك. وأنا عندي استعداد قاتل طول العمر كرماله بس يرجع لي. مشكلتك يا خنساء إنك بتخافي تاخدي قرار، ما بتعرفي شو بدك. يعني انت بتحبي ابو العز وبدك تتجوزيه، بس ما بدك تتجوزيه على مسؤوليتك، بدك حدا يقول لك تجوزي ابو العز، تجوزي ابو العز. فعلا فعلا يا ست لواحظ، انا بحاجه لحدا يقول لي تجوزي 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 اكثر من 3 مرات. حكيك صح. فاذا فكري منيح واحسبيها، وبس توصلي لقرار نفذيه دغري، لا تترددي. طيب ست لواحظ، وابو العز كيف بده يرجع لي؟ لما بتوصلي لقرار انه بدك ابو العز تحديدا وما بدك غيره، بتلاقي مليون طريقه لحتى ترجعي. تقبري قلبي يا ست لواحظ، شكرا كثير، كلامك كثير ريحني وراح افكر في بعدك. خنساء، بدي اطلب منك طلب. تقبري قلبي، اطلبي. لا تخبري جدك باللي صار بيناتنا. على عيني. اسمعي لقلك شو بدك تقليله. قليلي. طول بالك، لك شبك، نحن بمكان عام، شو صار لك؟ هدول شو لمن على بعضهم؟ شو لمن على بعضهم؟ شالة يكتر خيره، بس ليش تجتمعوا؟ شو بيعرفني هلا بالبيت بسأله؟ ليش أنا قادر استنى تروحي على البيت؟ حاسس إنه في شيء عم بصير من ورا ظهري. طول بالك يا هشام، لا تكون بصلتك محروقة. بتعرفوا شباب، أنا غبي كثير. شحش. أنا أغبى واحد بالكون كله. لا بهيجو، أنت هيك عم تستهين فينا وتقلل قيمتنا. يا سيدي أنا أجحش منك 5000 مرة. اسمع أبو العز أخي، لا أنت ولا هو ولا هو بيطلع له معي بقصة الغباء. لا حدا يصفن فيها، أنا بطلع الأول بالغباء. شوفوا مسيرة حياتي، كان عنا بيت بركن الدين ما أحلى، طق ضم صرنا بتل الحوايا. هيك حطينا مصاري مع واحد بيجمع مصاري وبيستثمرها، طق بم راحوا المصاري، طق بم راحت ليلى، طق بم راح البيت، طق بم راحت من اول وظيفه، طق بم صفينا على الحديده. ما بيقول لي اسمي، وهلا انا براهن اذا بنزع دائره النفوس على الارجح ما يطلع لي اسم. هذا كله صار معي بعد ما تعرفت على بيت الكعيان. احكموا. اي انو نحكم؟ عليم الله يا شباب، من وقت ما عرفت بيت الكعيان ما نمت ساعتين بالبيت، ما اشتغلت يومين ورا بعضهم على الميكرو، واكلت لكم قتل، اكلت لكم قتل ما اكلوا تور بفلاحه. اشتغلت عتال، خزمجي، شوفير، جرسون، وبالاخر زتوني مثل التوتو. انا توتو؟ عليم الله مثل الكلب الجربان. من يوم ما حبيتها لا ارتحت يوم ولا شفت الراحه بنوب، يوم على المشافي، يوم على المخافر، يوم على المشرحه. كل يوم نكبة جديدة بحياتي. أنا يا شباب يمكن ما عانيت قدكم يعني، بس بصراحة أختي مسكينة الله يعينها، يعني فعلا عانت من بيت الكعيان الأمرين. خيو بصراحة نحكيها، نحن كلنا ضحايا بيت الكعيان. ولك يا شباب، نحن في شي نسيانينها. شو هو؟
لك كيف شو هو؟ لا تغشمن علاء، لا تغشمن. كل شيء صابنا وصار فينا ما بيسوى نقطة باللي صار بأبوه. الله يعينه. اي والله الله يعينك يا ابو اللي علي. اي والله. وهالزلمة طيب طيب درويش درويش، يعني بعمره لا آذى ولا ضايق أحدا منا ولا بيعرف يأذي. يا سيدي هذا لازم نجيبه لعنا، ما لازم يضل معه. ايه ما لازم يضل مع المعارضة بنوب، معنا لازم يكون. يا شباب انتوا عم تحكوا باللي صار، نحن لازم نحكي باللي جاي. موافقين؟ ايه مظبوط. ايه والله هات ايدك تعال تعال. شو بدك قرب لعنا؟ يا جدو. تعي. ايه جدو احكي لي شو صار معك. الاخبار ممتازة يا جدو، بدي البشارة. بشري. تقبرني، هي لهلا ما عرفانة تختار بينك وبين عمي ابو كارلوس، محتارة. هي بشارة يا غراب البين. جدو لا تغلط تقبرني، انا غراب البين. انت بس لو شفت وشها، لو شفتوا المفاتحة بالموضوع كنت بسني من بين عيوني. ليش وحكيت؟ لا تتصور يا جدو كيف كان عيوني عم يبرقوا برق. هي عم تحكي عن أبو كارلوس وعن نعومته ورقته وجماله. جماله؟ هلأ هذا أبو كارلوس أبو نص لسان جماله يعني حلو؟ بتصدقي بالله؟ أمي لما ولدته كانت بدها تخنقه، فكرته سعدان. وأبي لما راح يسجله بالنفوس عمل وصايط، وصايط لحتى يسجلوه مع البني آدمين. يعني جدو شو بدي قلك؟ تعرف شغلة، اللي بيحب التاني بشوفه أحلى شي بالكون، بس أكتر شي عاجبها فيه كلامه الحلو. هلأ هذا أبو نص لسان بيحكي كلام حلو؟ جدي صحيح بدي أسألك، عمي أبو كارلوس ليش بيحكي مكسر؟ لأنه يا جدي عمك هذا اللي عم تحكي عنه تعلم اللغة العربية بعيش اسمها البرازيل. يوه لكن شو كان يحكي هون؟ ما كان يحكي ولا يسترجي يفتح تمه. كل ما فتح تمه أنا وأبي الله يرحمه كف على حنك ويخرس. تقبرني جدو، قعدت وصرت أحكي له عنك وعن رقتك وعن تعاملك الطيب معنا وعن الأشياء اللي يعني هي اللي ما بتعرفها. قمت ميلت له راسه شوي. المهم هلأ إذا تقدموا لها الحيوانين أنا وأبو كارلوس، مين تختار من بيناتهم؟ بصراحة جدي يمكن تختار أبو كارلوس، بس إذا بدك إياها لازم تعاملها برقة ونعومة. كيف؟ يعني جدي بصراحة على الطريقة الهندية، يعني بكلمة حلوة، بغنية حلوة، بلمسة ناعمة، بدفء الكلمات الشاعرية، يعني من هدول جدي. بهيك حالي بصير طنط مو رجال. شو طنط جدي؟ ما بصير تحكي هذا الحكي عن حالك، تقبرني أنت سيد الرجال. بس بصراحة هي بدها شوية رقة وحنان مثل ما بدك اصطفل. أنا انهزمت وبعترف بهزيمتي، وعادة الربحان هو بيحط شروطه، وأنا جاهزة لأي شيء. شو هي طلباتك؟ أنت اللي طلبت تشوفيني، معناتها في بذهنك عرض بدك تقدمي لي إياه. شو عرضك ست منى؟ اسمع يا سيد لطفي، الوكالة بالنسبة لك كف وسفقتني، وهذا حقك، يمكن لأني استهنت فيك وما عرفت حجمك تماما. وهلأ عرفتي حجمي؟ عرفته، مشان هيك عم قلك الكف اللي ناولتني إياه بستحقه. الوكالة بالنسبة إلي يا سيد لطفي عمر، حياة، مستقبل. الوكالة هي كل حياتي وبدي إياها. شو؟ لهلأ عندك أمل تاخديها؟ لا، عندي أمل أنت تعطيني إياها مقابل اللي بتريده. وأول شغلة اللي حتنازل عنها هي بهيج. لا لا، موضوع بهيج ما كتير بيعنيني. بتكون تتزوج وتزوج، وأنا أول واحد ببارك لكم. لكن ليش هددتني مبارح؟ بصراحة أنا ما كنت عارفان أنه ليلى ما عاد بدها إياه. الله يبارك لك فيه. ما عاد بدها إياه؟ إيه وأنا كمان ما عاد بدي إياه. أصبح إيمينا من سيرته شو بدنا فيه؟ خلينا نحكي بالشي العملي والمهني. قولي لي قديش بدك تدفعي مشان الوكالة؟ يا ستي قايم اخبط الطاولة على راسها، أكيد عم تعبله بعقله. طول بالك هشام، شبك؟ أنت رجل أعمال بوصل تصرف بشكل سوقي. يا ستي سوقي ولد وابن شوارع مع اللي بتعرضني على مصلحتي. سلامات. شو اللي لم الشامي على المغربي؟ ليلى خذي هشام وروحوا تابعوا حديثكم، انتوا عندكم خطبه وترتيبات زواج، اتركوني انا والست منى في بيننا جلسه عمل. بلا خطبه بلا ترتيبات، عمي انت وعدتني امبارح والرجال عند كلمته. قدام المال يا سيد هشام ما في رجال.
سمع المدام قديش دفعتوا لي؟ 7 مليون. سمعتي؟ أنا بدفع 8 مليون. بابا شبك شو صاير؟ لك هي بهدلتني وقهرتني واخدت جوزي مني، عم تحط ايدك بايدها؟ كيف ما بدي احط ايدي بايدها؟ ومصلحتي لك ابي، مو اتفقنا انه كل واحد بيدور على مصلحته؟ ولك صحيح بنات الكعيان غلطوا معنا، بس كمان يا شباب نكون موضوعيين، احنا كمان غلطنا. يعني من الاساس واحد ما لازم يكون هيك. هلا انا مثلا دائما بلوم حالي لاني كنت بلا شخصيه وهيك دندول قدام ليلى وغير ليلى، ولما قلت لازم اصحى لحالي رحت للأسوأ، لحقت مصلحتي. يا حرام، قلت لازم جاري هالزمان، اما طلعت الناس كلها سابقتني وانا طشي، وين ما رحت طشي. وانا كمان حبيت خنساء كتير، يعني زياده اندلقت، كنت شوف حالي قدامها صغير اقل منها، هي جامعيه ومتسقفه وانا يا دوب يعني ولا شيء. بس مزبوط، مثل ما بتشوف حالك الناس بتشوفك، واللي بتنادي لها اما يا ساره بتنادي لها كل الحاره. وانا كنت شوف حالي قدام خنساء لقلوق علاك، قامت هي علكتني وكبتني. ليش أنا أحسن منكم؟ أنا كمان قدمت إلهام لإيهاب على طبق من ذهب، ضليت لحقها مثل المجنون حتى كرهتها بحالي بدون ما أفكر حتى أني إلا كلمة حب وحدة. وأنا كمان شو ذنبي يتحمل مسؤولية أخطاء غيري؟ أنا شو دخلني إذا أبو ليلى كان بده يتجوز أختي؟ ليش لحتى يحطوا المسؤولية علي؟ شو لي علاقة؟ بتعرفوا شباب، أنا عم فكر أنه أبتدي من جديد، كيف لسه ما بعرف، بس لازم أغير، لازم أطور، لازم عقلي هيك يشتغل، لك روح لغير اتجاه، لأنه وما نيل المطالب بالتمني ولا تؤخذ الدنيا إلا غلابا، هيك قال المتنبي، بس مع بعض التعديل يعني لا تواخذونا. شوفوا هلأ أخذوا شهادتي، استسلمت، راح البيت استسلمت، راحت ليلى ومنى استسلمت، بنتي عذاب ما عاد شفتها استسلمت، بس خلاص راح اقتنع انا ما عاد استسلم. من يوم ورايح ما حد استسلم لشي بنوب شو ما كان يكون. وانا كمان ما عاد استسلم وراح بلش من جديد. بس شباب قبل ما نبلش في واحد لازم نتاسف له ضروري ضروري. مينا عمه أبو ليلى، يعني لازم نتفارق ونحن صحبة وطيبات، مو؟ شو رأيكم؟ أخي موافقين؟ موافقين؟ ماشي. النوس هلا بتحكي مع بيت خالك وبتشوف لنا إذا هو بالبيت، بس لازم نشوفه برات البيت. ها بس هيك. ألو مرحبا، كيفك ليلى؟ خالي موجود؟ بالكافيتيريا؟ شو عم يساوي؟ طيب طيب طيب، لا لا لا، يلا يلا مع السلامة، باي. يلا شباب، خالي بالكافيتيريا لحاله، يلا قوموا بسرعة. لا خلاص خلاص، سكر سكر انت لواهز، هلا انا بحكي معهم. يلا. مرحبا اختي، كيفك؟ انت جاهزة؟ على شو؟ شو على شو؟ نحن ما اتفقنا نسأله للواهز مين بده ينقي؟ يا بينقيني انا يا بينقيك انت. اليوم مو قادر، اجلها ليوم تاني. ما بقدر ما بقدر، انا لازم بهاليومين ثلاثة لازم سافر، اذا قال ايه بدي اخده معي. يا سيدي انا بهاليومين ثلاثة ماني قدران، مقرب تعبان، بعدين بروح لعنده. انا بهملك على ظهري باخدك لعنده، إذا ما صار هيك أنا بجيبه لعندك. يطالعوا بلعك إلهي، عم قلك تعبان ومقرب بخاف عديكن، بعدين بنسألها. أنا بستنى يومين، إذا ما شفيكي أنا بدي جيبه لعندك. مو مع السلامة. مين؟ مين طلع لي هالحيوان أبو كارلوس الزد؟
شو بدك تقبرني؟ ليش معصب؟ هيك طيب ساوي لك فنجان قهوة؟ لا إلا القهوة، لأنها من البرازيل صرت أكرهها. بتعرفي ليش؟ لأنه أخي الحيوان جاي من البرازيل. طيب تقبرني، اهدى اهدى مشاني. شو عمي؟ شو قاعدين بجلسة مزاد علني؟ عمك؟ اسمع أبو ليلى، صح أنا تصرفت مع بنتك بحقد وانتقام لأن أخذت بهيج مني، بس ما كنت ندلة، والأفندي عم يتقرب من بنتك مشان توصله لأبو حمزة. لا والله مو صحيح، أنا عجبتني ليلى وحبيتها، هذا كل الموضوع بس. وأنتي كمان بتحبي بهيج؟ لا أنا صريحة، بهيج ما عاد يهمني، الموضوع كان كله عبارة عن كف أكلته وحبيت رده ورديته، هي هي القصة كلها. شوفوا نحن هون ما عم نناقش قضايا عائلية، نحن ملتقيين مشان نحكي بالوكالة. ست منى هلا بتسحبي حالك وبتروحي، وانتي كمان هشام بتشوف جماعتك، والمساء بتصل فيكم وبنتفق على موعد نلتقي فيه. الله معكم. بإذن عمي. بإذنك. يا لطيف على الدنيا. يا لطيف. الله معي. شو اخبارك انت وشاكيرا؟ يا محلى الفرع المحلي لبيت الكعيان هون قدام فرعهم بالبرازيل، لك طلعت لحالها قد بنات كعيان الاربعه. ايه شو يعني ما عاد بدك اياها؟ اعوذ بالله، اذا بيقطعوني ما بتجوزها. ليه؟ لك شو بيعرفني ليش يا زلمه؟ ما بقدر ما بقدر عليها، طلعت كمان ما بتحب فريد الاطرش. يلا فريد خلصونا تاو شغل. طلعت شاكيرا ما بتحب فريد الاطرش. شاكيرا خلصنا انت. والله تفوت خلصني. تبكي شو بك؟ ما بعرف يا ريهام، بروح لحتى صالح بهيج بقوم بلاقي ست منى عنده، بروح لحتى اشوف هشام بقوم بلاقي ست منى قاعده مع بابا. قاعده مع بابا؟ شو عم تساوي؟ عم تحاول ترجع الوكاله. لك مجنونه هي؟ لا مو مجنونه، نحن المجانين، ابوكم صارت مصلحته فوق كل شيء، وفي امل كبير انه يرجع لها اياها. واساس بده يعطيها لبهيج، شو صار؟ شو بعرفني شو صار؟ حاسة إنه البابا مثل الضايع، محل اللي بيلاقي قرش بده يستفاد منه بيكون ركض عليه ونحزله. وهشام شو صار فيه؟ هشام يا حبيبي على هشام، على اسم ما رجعت له الوكالة، بحياته ما بقى يتجوزني. اهدي تقبريني اهدي. والله شكلك أنت اللي ضايعة مو بابا، يوم بدك بهيج ويوم بدك هشام، مين بدك تقبريني؟ ما عاد مهم مين بدي، أنا ما عاد مهم مين بدي، المهم إنه ما عاد حدا منهم بده يعني. تقبريني اهدي، اهدي شوي، اهدي، اهدي وخلينا نفكر برواق. نحن كمان عم نغلط، خلينا نقعد ونحاسب حالنا، شو رأيكم؟ ماشي. مو بس انتو غلطتوا ونحن كمان غلطنا، والاعتراف بالغلط بده شجاعة. انتو شباب طيبين وبناتي كمان مو مشرانيات مثل ما عم تشوفوهم، بس زماننا صعب وقاسي. عمي يعني أنا والشباب قلنا لك كل اللي عنا، وقبل ما نمشي يعني حابين كلنا نقول لك إنه أنت مثل أخونا الكبير، بقى إذا كان طلع منا شيء هيك يعني بدون ما نقصد وأزعجناك وضايقناك ابقى سامحنا ولا تأخذنا. وبتتخلوا عن كل شيء قتلتوا مشانه هيك ببساطة؟ بس في أمور انكسرت يا خالي بظن إنه صعب تتصلح. ما في شيء ما بيتصلح طالما القلوب بيضة. أنتوا قلوبكم بيضة؟ لك إن شاء الله طبعاً. لك أنا عدو لأحكي لكم شو لازم نساوي. عدو خالي يلا. شرف على أبوك. اللي بدنا نساوي صعب شوي لأنه بده تفتيح مخ، بقى فتحوا مخكم. أنا فقدت بهيج، أنا راح مني أبو العز، وأنا أني اسمع بده يعني. وأنتي ريهام خانون؟ أنا ما دخلني بهيك أمور، لساني صغيرة. إيه كتير كتير صغيرة الحقيقة، والله بتركبي لجحي لحي. والله شكله يا ليلى فقدنا كل شيء. لا حبيباتي ما فقدنا كل شيء، صفيان شغلة واحدة ما فقدناها، والله يستر. شو هي؟ أبوكم. مين؟ إيه أبوكم أبوكم، بس اليوم اتصلت فيه وحده وراح يشوفها دغري. لا تكون هالمعصوفه الرقبه وفاء. لا لا حبيبتي مو وفاء، هديك بعرف صوتها. لك يا بنات لا يكون ابوكن عشانه بده يتزوج. لا حبيبتي شو يتجوز ما يتجوز، اي والله كنت بقوصها. شو ما بتعرف انه ابوكن متجوز وعنده بنات بحاجته؟ ما عادت عقيد يا ابو لطفي، ما عادت عقيد، مره عزمتك اخص عليك شمي، مره تساوي فيك هيك. اي بس بس عنتر هلكته حبلة، وزير سالم خربت بيته جليلة، وشمشون الجبار روحته دليلة،
إيه كل العقدة بالتاريخ روحتهم النسوان وقفت علي أنا. أنا راجع على البيت. بابا حبيبي، مين هي اللي اتصلت فيك اليوم؟ ألو، أهلا وسهلا، كيفك؟ أنا ساعة بتحبي. طيب خلص، بعد ساعة بكون عندك. ساعة تمام، مع السلامة. بابا أنا عاوزتك موضوع ضروري. بعدين، هلا مالي فاضي. أهلين. تسمحي لي أدخل؟ تفضل. شكرا. عدم المؤاخذة، أنا بعرف إنك وحدانية وعيب دق الباب عليكي، بس حبيت إني أشوفك. هي أول مرة بتشكرني وبتستأذي. أويش، تفضل. تعرفي أنا يلي بحبهم باخد وش عليهم بسرعة، وكل ما حبيتهم أكتر كل ما أخذت عليهم وش أكتر. من زمان ما سمعت منك غزل ولا حتى كلمة حلوة. اسمعيني يا لوحيص، أنا بحبك وراح أعمل كل جهدي إني أسعدك. يمكن يكون اللي بملكه قليل، بس صدقيني كل شي بملكه ما بينعز عنك. وأنا بعمري ما طلبت أكتر من هيك. لكان ليش عم تاخدي وتعطي مع الحيوان أبو كارلوس؟ كل شي أنت بتفقده عنده يا هو. هلأ أبو كارلوس بيملك كل شي؟ ليش أنت ما بتملك شي؟ تقريبا. ومع هاد أنتوا الاثنين بنفس السوية عندي. شايف قديش غلاوتك عندي؟ أنت اللي ما بتملك شي وهو اللي بيملك كل شي ومستعد يقدم لي إياه. كتر خيرك، بس أنا ما بقبل نهائيا حدا يشاركني فيك. ليلى، أنت مين بدك؟ بهيج ولا هشام؟ مبارح استرجعت كل ذكرياتي أنا وبهيج، حسيت أني لساتني بحبه، بس لما رحت وشفت هاي العقربة منى عنده ما بعرف شو صار لي، طار عقلي. يعني بدك هشام؟ على قليل هشام ما حسيت له علاقات تانية، صحيح مصلحجي، بس يعني ما بعرف أختي، ما بعرف شو بدي. طيب وانتي خنساء؟ أنا بدي أبو العز يقبر قلبي، ما عاد بدله بحدا. وانتي؟ أنا يستركني، ما عاد بده يعني ببساطة. الست شاكيرة سرقته مني. وشو مشان إيهاب؟ إيهاب واحد واطي وبساعته قربت، أنا صارت مشكلتي أنيس وبس. يا صبايا أنتوا مو ملاحظين نسيانين أبوكن وموعده؟ جاي لو اللي راحل أنا بنسحب، والله يسعدكم. بس العقيد ما بينسحب. بس العقيد الفهمان ما بيدخل خناقة وعارفان نتيجتها سلفا، عن إذنك. بس أنا لسه ما اخترت. بس أنا اخترت. الله يسعدكم. سلام يا أستاذ. جدو شو بكون؟ ليش هيك مصروعين؟ جدو شفت هذا الشاب الحليوة الجكل اللي طلع من هون؟ مين هذا؟ هذا أبي. هذا أبوكم؟ تخيل، تصور والله ما عرفته، بس ريحته غير. شفت؟ قلبي مو مطمن أبداً على المشوار اللي رايحه. خلينا نلحقه جدي، يلا امشي. ساير غير تيابي. لا خليكي أنت هون مشان التليفونات، ماشي؟ يلا جيت تقبرني. يلا باي. Thank you.
الو اهلين حبيبي، اشتقت لي ما اشتقت لي؟ طبعا طبعا اشتقت لك. ريهام ممكن اطلب منك طلب لو سمحتي؟ ايه تفضل حبيبي. ممكن تتصلي لي بهيام وتطمنيني عنهم؟ قلبي غليان كتير عليهم. ليش اتصلت فيهم على البيت وما حضرت عليك؟ لا لا ريهام الله يخليكي، ماني قادران احكي معهم، بعدين خايف اضعف. انت احكي معهم وطمنيني. لا اطمن حبيبي اطمن، من نص ساعه حكيت معهم، امورهم كتير كويسه وما حدا حاطك بباله. جد؟ اذا مو مصدقني اتصل وتاكد. وسالت عنك قام قالت لي بابا رايح يغير جو، وبالعلامه هلا نازله على السوق لتشتري هديه على عيد ميلاد رفيقتها. وتركي امها لحالها؟ يعني شو امها صغيره لتخاف عليها؟ بعدين انا سمعت صوت اصوات وضحك، فالظاهر هي مو لحالها بالبيت. طمنتيني الله يطمنك. هلا متصل فيني كرمال تطلب مني هذا الطلب؟ لا لا انا كمان اتصلت مشان اطمن عليكي واسمع صوتك. يلا بحكي معك بعدين، الله معك. يلا باي تقبرني باي. لا تكون هي اللي حامت عنا هذاك اليوم. ايه هي، ليش في غيرها؟ يقطع عمرها، من وين طلعت لنا هي؟ ايه والله مزوي هالطرسان كتير. لك هذا ابوكم جن؟ ما بيستحي على شيبته؟ صار جد؟ لك صار جد ولسه راكد ورا الجواز؟ بدل ما يروح يحج ويستر اخرته لسه راكد لي على اكل الهوا وطق الحنك؟ لا جدو، بابا مو كبير، لسه كل عمره 48 سنه. ولك يلي بيشوفه فكر عمره 70 80 مليون سنه. الانسان بس يكبر بيكبر عقله، بس ابوكم كل ما كبر بيصغر عقله. بتعرف لطفي قديش حلمت بهاللحظه وقديش سهرت ليالي حتى تتحقق؟ مشان الله لطفي، الله يخليك يا رب، لا تنزعلي فرحتي. وانا كمان يا ست وفاء فرحان وما بدي فرحتي تنتزع. لطفي ممكن اسالك سؤال؟ لا تساليني اياه السؤال لاني انا رح اسالك قبل ما تساليني. ليش عملتي هيك وفاء؟ ما بعرف، صدقني ما بعرف، بس اهلي ورفقاتي والمال والذهب يلي شفتهم كل هذا زغللولي عيوني. بس في شغلتين ما عرفتهم الا بعد ما تجوزت. شو هني؟ قديش انا بحبك وقديش انت كنت تحبني. لطفي انا غلط، انا بعترف اني انا غلط، بس انت كمان غلط. بشو؟ بقلبك اللي كبير على طول كنت تسامحني وما تزعل مني، طمعتني، خليتني اتمادى بدون ما اشعر. معك حق، ويبدو انه لساتني عم كرر نفس الغلطه مع بناتي. لطفي ارجوك لا تعاقبني، صدقني الزمن اخذ لك حقك واكثر. ولك بعدوا عني، هلا تفكروني عم بشهد عليكم؟ شايف الانسجام والود اللي بيناتهم؟ والحق عليكم قرفتوا وعيشتوا، هذا شكل بنات؟ هذا شكل بنات هاد؟ شوف جدو، انا بنت ديمقراطيه جدا وما عندي مانع انه يتجوز بابا، بس مو وفاء. ليش شاف غيرها؟ لك الواحد بيتمنى يكون عنده بنت بالبيت ليزوروها رفقاتها، بنات نسوان، اربع بنات، اربع بنات، الله لا يبعدكم لمقطوع الذريه. انا ما اجيت مره لعندكم على البيت الا شفت ذكوره، وهذا المضروب على حنكه، وهذا المقلوع نيعه، وهذا المقطوع ذنبه. جدو انت لازم تكون معنا، ها يعني مشان نمنع هالجوازه. انا كنت قادر امنعها وبهاللحظه هي، بس انتوا جبتوني على ملا وشي، شو ممكن ساوي؟ يعني عدم المؤاخذه جدو، لو ما جبناك هيك شو كنت ساويت؟ كنت جبت السيف معي، بس هيك ايدي فاضيه اعزل، شو بدي ساوي؟ تقبر قلبي جدو، هذا الموضوع لازم نحله بالسلم وليس بالسيف. يبعت لحمة الهي، شوف جدي، شوف شلون عم بتطلع فيه وتتغماله. لطفي لهلا ما جاوبتني على سؤالي. حبي يا ست وفاء تعرفي شو صار فيه بعد ما تركتيني؟ ببساطة أنا كنت مثل واحد راكب سفينة ببحر والبحر ماله شطآن، مثل واحد ضايع بالصحراء والدنيا ليل
الليل ما له نجوم. كنت امشي بالطريق عد خطواتي، اسمع صوت انفاسي، عد بلاطات الطريق بلاطة بلاطة. يمضي الوقت بدون ما احس. رجل بدون اتجاهات، ما بعرف الشمال من الجنوب ولا الشرق من الغرب. يعني باختصار كنت رجال ضايع ضايع. حبيت الأم ليلى؟ المتزوج يا ست وفاء صعب يجاوب على السؤال، لأنه بالزواج بيختلط الحب الواجب بالاحترام. ما بيعرف الواحد بعد تجربة الزواج يا ترى كان بيحب زوجته أكتر ولا كان بيحترمها أكتر. يا ترى الزمان لسه بيسمح لنا ببداية جديدة؟ كل ثانية بهالحياة يا وفاء بداية جديدة، بس بداية لشو؟ لحزن؟ لشقاء؟ الله أعلم. ليش متشائم؟ أنا مالي متشائم يا وفاء، بس أنت بالنسبة لي كنتي حلم. يا ترى الحلم إذا صار واقع بخسره ولا بضل عايش عليه؟ رح حاول كون مثل ما بدك. يا ست وفاء أنت حبيتي لطفي تبع أيام زمان مثل ما هو حب وفاء أيام زمان، بس الزمن مرق وأخذ معه أحلامنا وطموحاتنا، ويمكن أخذ معه فرحنا. نحن أولاد اليوم يا ست وفاء. يعني اليوم ما بتحبني؟ بالعكس، أنا بحبك كثير، بس اليوم جواتنا مليان انكسارات وهزائم وأحزان. خلينا يا وفاء نحب بعضنا بالحلم. نحن التقينا بيوم من الأيام، كنا فيه لسه شباب ومراهقين وحبينا بعض. خلينا نحتفظ بهالذكرى، لا تحرميني من الحلم اللي أنا عايش عليه. يعني ما عاد شوفك أبداً؟ لا، رح تشوفيني على طول ورح أحبك، ويمكن حبك أكتر من الأول. بس نحن حياتنا هلأ ما عادت ملكنا، صارت ملك غيرنا. لازم نفهم هالشي. بس بشرط إنك تضل تحبني. بوعدك إني ضل أحبك. لا لا، يلا هلأ بيجي. يلا باي. يلا بدك شي ماما؟ وين رايحة تقبريني؟ اليوم عنا آخر بطولة. الله يوفقك يا رب. روحي بس لا تطولي. لا لا ما بتأخر، بخلص وبيجي. نادي لك لجارتنا معروة. لا تقبريني، أنا بدبر حالي. ماشي يلا باي. باي. الله معك. روحي، الله يحرسك ويحميكي ويرضى عليك يا رب. لك اخ يا جدو اخ، يا ريتك جبت السيف معك لكن فتو خلصت عليها. كانوا لمحنا. امشوا امشوا، ما بدنا مصايب. امشوا خلونا نمشي. الهي الله لا يخليني اذا بخليها جواز التم. يلا امشي امشي امشي. خايفة كتير يا ابو كارلوس، خايفة كتير. طمن لواهز، اذا قالت انسحبت أنا بعرف كيف رجقها. حاسي إنه عم بلعب لعبة مالي قدها، مالي قدها. خلاص، إنك ساوي اللي بقلك عليه وما بتندم منه. حاسي حالي رجعت 20 سنة لورا. بتضلي قمر 14. بتعرف شو جعبالي؟ حابة هيك نقوم ونمشي سوا مثل ما كنا نمشي أيام زمان. تحط إيدك بإيدي وتشنكلي. بهالقمر؟ إيه. مو قلت لي بزمانك الحياة فخ؟ نحن وعنا بهالفخ أكثر من مرة، خلينا نهرب منه. كيف؟ قبل ما أغدرك هديك الغدرة، تتذكر إنه كان في موعد بيناتنا نتمشى تحت المطر ونحكي؟ تتذكر؟ ما في شي بخصك نسيته، كله محفور بقلبي. خلينا ننسى. ولا قلك خلينا نتجاهل إنه الزمن مر. أنا هلأ جاي على الموعد يلي عطيتك إياه قبل 18 سنة. خلينا نعمل هالمشوار ونحكي فيه عن أحلامنا يلي كنا نحكي فيها. بتعرفي وأنا كمان جي على بالي جن بيوم واحد من عمري. بس أعطيني الموبايل لأحكي تليفون. لخوض أحكي. أنا ما دخلت لسه عصر التكنولوجيا. بتدخله. أنسة منى كيفك؟ طمنيني وصلتوا لسعر نهائي؟ ممتاز، معناتها بنلتقى نحن الثلاثة بكافتيريا العشاء. كافتيريا العشاء؟ أنا ما بدي حدا يشوفنا، بنلتقى بهذا المكان متطرف وبعيد شوي.
ايه نلتقى احنا ثلاثه، اي ساعه بيناسبك؟ 8. اوكي 8 ماشي، معناتها انا بتصل بهشام ونتفق نلتقى كلنا الساعه 8. طيب اوكي باي. خير طمنوني شو صار معكم؟ خلص يبدو انه القصه جد، كل واحد فينا يروح يدور على حل. شو يعني؟ هلا رح نتفرق؟ بطلنا ايد وحده؟ ما بعرف شو رايك؟ مركب وعم تغرق، اللي بيعرف يسبح يسبح واللي بيلاقي خشبه يتمسك فيها. انت قلتي انا رح اتجوز ابو العزي. شبكي؟ بلشنا نجن؟ فكري حبيبتي بعدين قرري. لا حبيبتي الا التفكير، التفكير والتردد هن اللي طيروا مني ابو العز، هلا رايح اتصل فيه. نيالا على المقله في حدا بده اياها. ليلى ما بتسكنين عندك بتل الحوايا؟ لك قريضة تقرض تل الحوايا، ليش باقي لنا حل غير تل الحوايا؟ الو ابو العز، انا بحبك وانت بتحبني، وصح انا اذيتك كل هالفترة الماضية، بس انت قلبك كبير وبتحملني، صح؟ ايه خنساء، بس انا اسمع، هلا بنزل انا وياك على المحكمة وبنكتب كتابنا، بعدين نعمل عرس وخطبة على الطريقة الهندية مثل ما اتفقنا، ايه؟ على الطريقة الهندية، ايش هي أكلة؟ خنساء بس افهميني شوي، انت لازم ابو العز هشتكن نياري كياري تيا. لك يا حيوان، يا قليل الذوق والشرف والكرامة، يا كلب، وحدة عم تستنجد فيك لتتجوزها، تتلكلك ولك قرد. والله انا قسما بالله اذا بتكسر بخاطرها لحملك راسك بين ايديك، ولك حيوان بنات الكعيان ما حدا بيقول لهم لا. ولك سامع امرك انا 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 بيجي اليوم بخطبها، خلص اليوم بيجي. ولك بتعرف اذا ما جيت قسما عظما لخلي امك ينادوا لام القتيل. ولك شرف بنات الكعيان مو لعبه، ولك حيوان غلطت ولازم تصلح غلطك. سمعان يا غبي؟ سامع يا غبي، سامع يا عمي، خلص وحياة خنساء لأجي اليوم واخطبها ومعي المحابس. الله يطعمك ما تجي، انتهى. لطفي، ليش الحب بيستمر بين اثنين بيحبوا بعض وما بيستمر بعد الزواج؟ لأنه الزواج يا وفاء هو طلق رحمة تبع الحب. الحب حلم والزواج واقع، ودائما الحلم أحلى من الواقع. بس في ناس كتير بتقول إنه الحب بيجي أحيانا بعد الزواج. لا هدول بدهم يسمحوا لي، ما بفهموا شيء بالحب هدول نهائيا. الحب لانه بالمطلق هو عواطف جياشه، هو دمار، هو بتحسيه مثل موج بحر عم يلطم هيك على الصخر. الحب بعد الزواج هو سكينه، هدوء، استسلام، اعتياد. بس في كثير اشياء بيمنحونا اياها الحب والزواج، يعني يا سيدي في قواسم كثير مشتركه بين الزواج والحب. صح، بس ظاهريا. هلا بدي اسالك، انت ليش قاعده معي؟ شو الدافع الأساسي اللي خلانا نطلع سوا ونقعد مع بعضه؟ الحب. هدول نفسهم بالزواج بنحصل عليهم كلهم، بس بنحصل عليهم بدون روح، لأنه القوانين والمجتمع هن اللي عم يمرونا فيهم. أما بالحب الوحيد اللي بيأمرك هو قلبك. تعرف شو نفسي هلأ؟ شو؟ أعرف كيف كانت رح بتكون حياتنا لو تجوزنا، بس بدون ما نتجوز. كيف هي؟ علاء وريهام. علاء بيحبها لريهام مثل ما انت كنت تحبني، هو شاب قلبه كتير طيب، بس ريهام مثلي عفريته وشق الارض وطالعه. انا موافق يا وفاء، موافق، بس يعني علاء يتحرك له شوي. كيف يعني؟ هلا على الطريق بحكي لك. يلا. ايه ابو العز شو صار معك؟ لك عم نحكي معك. شو؟ لك شو صار معك؟ قل لي. ما قدرت يا اخي، يعني مو مبينه، والله ما قدرت يا جماعه، يعني شو بدكم قولوا؟ حريمه، جبان، دب، قرد، ما قدرت بهيجه، ما قدرت اسمع صوت خنساء عم تستنجدني هيك وانا ما رد. ايش وحمار انا يا جماعه؟ يعني وافقت ترجع لها لك ابو العز؟ يبدو انه خنساء مثل ميكانيك الميكرو، ما فيني امشي بلاها بنوب. لك بصراحه انا ما قادر واجه لها، بخاف يا اخي بخاف. شو يعني بتخاف تواجهها؟ لك لا مو هيك القصد، لك على بس انا فيني شرش من بيت الكعيان، خايف اعصب شي تعصيبه، اخلع كف هالرسنانة وطير الضو من عيونها وهي اصلا مو ناقصه. يعني شو بدك تساوي هلا؟ ما بعرف شو بدي ساوي، بدي اروح على الهلال الاحمر اشغل حالي بشي شغله. علاء ما بيقول لنا وانت مشي لك مشي. يلا يا بي يلا.
والله ما بعرف كيف بدي اتشكرك، يعني لولاك ما كان وافق. مين اللي كان عم يحكي معاكي؟ ابو العز جده، ما عرفته؟ ابو العز؟ لا والله ما عرفته، لو عرفته كنت ما اسيت عليه. تعرفي هلا ابو العز؟ هذا يلي تحمله منا بغلب مطحنه ما بتحمله. جده يعني انت موافق عليه؟ طبعا، لانه باله طويل، واللي بده يتجوز من بيت الكعيان لازم يكون بسبع ارواح، مو بس باله طويل. طيب جده، فيك تقنع البابا؟ قسما قسما اذا ما رضي مع السيف. لا جده تقبرني، ما بدنا سيف ولا عنف ولا ارهاب، بالرواق تقبرني بالرواق. تكرمي تكرمي جده تكرمي، انا رح اغير اسلوبي بالترباي كرمالك. ها بس انا كمان في موضوع بدي اياك تساعديني فيه. ايه تقبرني، سم يا شيخ. سم يا شيخ موضوعي موضوع لواحز. ايه تقبرني على عيني. الحياه عندك مراحل، جاي زي بنات آل الكعيان اجتماع. شو طالعة مندوبة بيت الكعيان بالهند انت؟ ما قاعد. شوفوا ما رح طول عليكم مثل الاجتماعات الرسمية، باختصار شديد أنا حسيت أني غلطت بحقكم ووقفت بوجه طموحاتكم، وصار الوقت أني صحيح غلطي. لا بابا بالعكس، أنت كنت معنا كتير مثالي. معلش لا تقلبي لي يا هندي وتحكي لي بالعواطف، إيموني من هذا الكلام، خلونا نحكي بالمصالح. أنا شخصيا وافقت أنكم تتزوجوا الأشخاص اللي اخترتوهم. إيه بس حتى لو وافقت بابا يمكن هني ما عاد بدهم يعني. لا لا بدهم ياكن هن، بس يبدو بدهم فوقكن شوية مصاري، وأنا وافقت أدفعلن. آه يعني بدك تدفع للشباب لحتى يتزوجونا. بابا شو يعني، شايفنا عاهات ولا ما منسوى ولا شو؟ لا 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 مو هيك، بس هدول بدهم يتزوجوكن وتتزوجوهم رح يصير معهم مصاري كتير ويساعدوكن. بابا شو يساعدونا، بدهم يتجوزوا علينا. على كل حال أنا اللي عندي قلته، أنتو تصطفلوا، أنا رح دور على مصلحتي، رح أسس شركتي وأبدأ الشغل فيها. ونحن بابا نحن مستعدين نساعدك، ولو أنت طلب أي مساعدة بدك إياها جاهزين نحن لعيونك. لا لا ما بدي منكم شيء، كل بدي إياه منكم أنكم تجهزوا حالكم وتضبوا غراضكم مشان تتيسروا عالضيعة. عالضيعة؟ لك شو ضيعة وما ضيعة ولك؟ الكف اللي جيت إسفقيها لليلة سفقته، يعني بهيج ما عاد إله لزوم، بالعكس وجوده بيضرني، لأنه إذا طلق ليلى بيتجوزها هشام، وهيك بتصير اسهم هشام عند أبو ليلى أقوى. إذن على بهيج رح حط إكس. بدك تبعتنا على الضيعة مشان تفضل زعرنتك وقلة أدبك؟ لا يا فندي. أبي هدي حالك، هاي حياتي وأنا حرف فيها. وما فكرت بسمعتي؟ شو رح يقولوا الناس عني؟ ما عرفت تربي؟ لا يا أفندي، أنا قاعد هون على قلبك لحتى أمنعك تتصرف أي تصرف غلط. ما راح تقدر أبي، لأني أنا اتفقت مع نادر صاحب البيت أخليله خلال أسبوع وأخذ 1.5 مليون. ونحن بابا؟ تطلعوا على الضيعة. لك شو عم تحكي أنت؟ شو عم تحكي؟ وظيفتي ورفقاتي وحياتي شو بدي أعمل فيهم؟ قعدتكم يا خانم عم تكلفني هون 1.5 مليون، أنت مشان راتب 25,000 ليرة بعتيني. يا بابا أنا غلطت والغلط راكب. خلص زمان أول تحول، أنا 1.5 مليون بدي أخدهم، يعني بدي أخدهم وأنتم بتطلعوا على الضيعة.